ديالي التقدير ديالي بالنسبه للمقابله. دائما ضد الرجاء، عمرها ضد الرجاء كتكون مقابله سهله، ولا للرجاء مقابله ضد الماس كتكون مقابله سهله، بحكم الحموله التاريخيه اللي كيحمل هذاك المايو ديال لي دوز ايكيب. وكنظن بان مقابله وفات بالوعود ديالها، الانتظارات ديالها. كنظن بان الجمهور شاف واحد المقابله مفتوحه، خصوصا في الشوط الثاني، بحكم اننا درنا 3 ديريال وخدينا لو ريسك باش اننا يمكن له يتسجل علينا في ان كونتر، خصوصا في تواجد لاعبين في مستوى ديال اللاعبين اللي كاينين في الرجاء واللي عندهم بوكو دو كاليتي، ولكن حاولنا اننا نضغطوا ونسجلوا اهداف. يمكن في الشوط الاول كان بامكاننا اننا نسجلوا جوج ديال الاهداف، حاولنا نلعبوا على لو دو ديال الكومبارتيمون ديفونسيف، خصوصا في الظهر ديال خفيفي، في الظهر ديال المقدم. وكنظن باننا نجحنا، لان نجحنا وين ما سجلناش، يعني نجحنا في اننا دوزنا واحد الربعه ولا ثلاثه ديال الكواري واللي كانوا خطيرين، كان بامكانهم يجيبوا لنا على الاقل جوج ديال الاهداف. مازال انني خصني بالمنظور ديالي كاينه ضربه جزاء في الكره ديال البدوي، في الوقت اللي خدا هو كارتون جون كانت ضربه جزاء مستحقه لينا. خصني نرجع نشوف لو بوت اللي تماركاتو الرجاء، واش كاين رجوع ولا لا. على العموم الشوط الاول كذلك حاولنا اننا نعرفوا بان الرجاء عنده لا سورتي دو بال من اللور كتكون هي اللي كتكون حاسمه، ومن ثم كيلقاو ليزيكيليبر، حاولنا اننا نشدوا لا سورتي دو بال ديالهم. وكذلك عندهم حارس كذلك خديناه بعين الاعتبار، اللي يمكن له في الوقت فاش كي ما يقدروش يخرجوا البالون لي ديفونسور يمكن له يخرجها بروب، نجحنا فيها بزاف المرات، يمكن نشدوا لا تروا فوا فين اننا سي جوتي هكاك، ولا لو كومبارتيمون ديفونسيف في لو موفاز ديال تيلعب كره طويله ما تبعوش وما خرجوش باش انهم ياخذوا داك لو بالون اللي جاي طويل. كنظن على العموم كنا جارين المقابله بطريقه جيده، يمكن خدا منا هذه الحاله وهذه الوضعيه ديالنا خدات منا واستنسفات منا من الناحيه البدنيه. تعرفوا بان اللاعبين مشكورين مره واحده اخرى الرجال، لانهم في واحد الوضعيه اللي صعبه و كي كومبونسيو سور لو بلون مونتال. كنعرفوا بان لا فاتيك مونتال سي بلو ديفيسيل كو لا فاتيك فيزيك، وراكم لاحظتوا بان الجناتي وقع له عطاب، اللاعبين كثار اللي كان عندهم مشكل لا باش انهم يبداو في ذاك لو برومي سوفل، ولا كذلك باش ينهيو المقابله، وكانوا دائما في لا ديفيكولتي، يعني دائما كيخرجوا كما تنقولوا القوه من الضعف، فكنحييهم على المجهودات ديالهم. الشوط الثاني يعني فريق من حجم مره واحده الرجاء، رغم انه كاين نقص عددي ف لا كولتور تاكتيك ديال اللاعبين ديالو يمكن له انه يجيري في ان بلوك با، الشيء اللي داروه بطريقه جيده. حنا حاولنا، جات الكره ديال عينه اللي يمكن كانت تسجل كذلك، يمكن فتره من الفترات وقعنا في التسرع ولينا كنلعبوا كواري ديريكتومون للامام واللي كانوا غالبا كانوا سيئين، لكن على العموم بالنسبه لنا يعني كتبقى واحد المقابله اللي انهزمنا فيها، واللي هذا شيء ماشي طيب. نتوجهوا للمقابله الجايه ان شاء الله بصحه الرجاء، لينا حنا نتوجهوا ان شاء الله للمقابله الجايه اللي عندنا بالنسبه لي مقابله الموسم، يعني بحال المقابله ديال المنعرج اللي جاتنا ضد المحمديه ضد الركاز، سي تا ماتش اللي خصو يتربح. نتمنى من الله باش الناس كذلك اللي غادي يكونوا كيحكموا بين جوج الفروق يحكموا لوجه الله قبل من كل شيء، لان كاين الناس اللي كيضربوا تمارا منا اللاعبين الاخر واحد، يكفي ما عند المغرب الفاسي، يكفي ما كنعانيو. فنتمنى من الله باش الامور تكون، لان لا بديت نسرد لكم مقابلات، فكاين على غير المقابله اللي فاتت ديال الفتح، راه مشات ليا دو بوان في لو ماتش الي، بيلانتي كبير قد السخط، وثلاثة ديال البينالتيات في المقابلة اللي فاتت ضد الفتح، 3 بينالتي، الناس هضروا على لو ديرني بينالتي ديال لو غارديان، مي قبل منه كاين بينالتي بريمير ميطون ديال الصاد، وكاين بينالتي كذلك ديال عينة قد السخط. نتمنى من الله باش الأمور كل واحد يتعطى له الحق ديالو، وشكرا للجميع.